دلوقتي هيبقى معانا على التليفون الكاتب الصحفي احمد ناجي قمحه. مساء الخير على حضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب. وزي ما كنا بنتكلم، اصرار الدوله المصريه واصرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على يعني الحديث عن دور اسر الشهداء والاهتمام باسر الشهداء ومصابي العمليات الارهابيه دائما، يمكن مش بس في ايام الاعياد، لكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يكرم هذه الاسر ويتحدث عن فضل هذه الاسر علينا جميعا. استاذ هدير، اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اسمحي لي في البدايه ان احنا نتقدم كشعب مصري، مش كمناصب رسميه، كشعب مصري الى قامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئه بحلول عيد الفطر المبارك، وللشعب المصري العظيم كل التهنئه في الاعياد المتزامنه اللي حضرتك ذكرتيها، عيد القيامه المجيد، عيد شم النسيم، عيد الفطر المبارك. الشعب المصري قادر على صناعه الفرح، الشعب المصري قادر على صناعه الفرحه. يمكن النهارده رساله جديده بيقدمها قامه الرئيس عبد الفتاح السيسي للدوله المصريه وللشعب المصري، الاراده والعزيمه ومشاركه المصريين في مصابهم. الحقيقه لما حضرتك بتتكلمي على ابناء الشهداء، لازم نتفهم ان لولا هؤلاء الشهداء، لولا هؤلاء المصابين، ما كناش وصلنا للي احنا وصلنا له النهارده. ويمكن ده كانت اول رساله قالها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اول احتفاليه من هذا النوع نحضرها مباشره في 2015، ان لولا الدماء اللي بتقدم مش هنقدر نمشي كتير في عمليه التنميه، مش هنقدر نمشي كتير في عمليه صناعه الدوله المصريه الجديده، مش هنقدر نروح ابعد في صناعه الجمهوريه الجديده اللي احنا بنعيشها النهارده. النهارده كان يوم استثنائي، يمكن زي ما حضرتك بتقولي دايما فخامه الرئيس حريص في الندوات التثقيفيه في كل ما يخص الاحتفاليات الكبرى على تكريم اسماء الشهداء وعلى تكريم اسر الشهداء وابنائهم. انما النهارده يوم استثنائي كما تفضلتي واشرتي، هؤلاء فقدوا الاب، والاب في حياه الابناء قيمه كبيره جدا. صحيح. النهارده الدوله المصريه كلها، يمكن حتى الحضور لازم يفهم ان التوزيع الاطفال على طاولات الافطار بعد صلاه العيد كان حريص فخامه الرئيس وطبعا الشؤون المعنويه للقوات المسلحه على ان يكون على كل طاوله فنان رياضي صحفي اعلامي اعلاميه صحفيه يشاركوا هؤلاء الاطفال واسر الشهداء هذه المناسبه العظيمه. كانت اجواء يعني مش هنقدر نعوضهم كتير عن اللي راح، انما احنا بنقول لهم ان اهاليكم قدموا لينا كتير، وان احنا مدينين ليهم ومدينين ليكم في المستقبل، ان احنا نحطكم في المكانه اللي تليق بيكم. ودي الرساله اللي الدوله المصريه بتعملها، احنا مش بس حريصين على تكريم هذه الاسماء، لكن احنا حريصين على استمرار الاعتراف بفضل هؤلاء الشهداء، وعلى ان احنا نكمل المسيره من اجل ان نضع ابناء الشعب المصري كله في المكانه اللائقه الطليق بهم. يوم عبرت فيه القوات المسلحه المصريه عن اعترافها وامتنانها بفضل هؤلاء الشهداء، شهداء من القوات المسلحه الشريفه ومن الشرطه المدنيه الباسله اللي زادوا بارواحهم عن هذا الوطن، عن امان واستقرار هذا الشعب اللي ضحوا كتير جدا علشان نوصل للحظه اللي احنا فيها دي. ده مش قليل عليهم، والحقيقه ده درس مهم دايما بيقدمه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، درس الوفاء والعطاء لشعب يريد ان يصنع الفرحه والحياه ويستمر في الحياه. الشعب المصري شعب عظيم ويستحق هذه اللفتات الكريمه من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي احمد ناجي قمحه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.